المخرج المصري الشاب محمد مجدي. اهلا وسهلا فيك اهلا محمد، بك. ضيف جدا عزيز. بدي اعرف منك، بعرف انه في كثير وكثير من الاعمال الجديده اللي عم تحضر لها، اوكي خبرنا الاول. بس عاوز اشكرك على المقدمه الحلوه دي. ثانك يو. ومبسوط اول انا معك في الاستوديو في دبي. اول مره ان شاء الله ما بتكون الاخيره. ان شاء الله اكيد. شو رايك؟ اكيد. كليبات. الكليبات انا يعني انا بدات من ورا في الجامعه. لا يعني كانت دراستي كانت كليه الحقوق، ما حبيتش الكارير قوي، فقررت ان انا اشتغل في تالنت اصلا عندي من زمان كنت انا حاسسها، فقررت ان انا اشتغل في الميديا او الاخراج. 8 سنين بالحقوق. 8 سنين بالحقوق بالظبط. اه دوبلتهم يعني. بالظبط. لا اصلا لما دخلت الكليه ما كنتش حابب الكارير قوي. اللي كان عندي زمان بابا في البيت كان عنده كاميرا فوتوغرافيا، فكنت دايما اخدها منه. هيك اتعلمت الفوتوغرافيا. اوكي. كنت دايما اخدها منه وانا صغير اصور فوتوغرافيا، فحبيت جوايا تالنت ان انا اخد شوت معين اخد كادر. وما كان عندك انت الاختيار انه تفوت تدرس الاخراج او الفوتوغرافيا؟ هي جت كده، بس يعني لما حبيت الفوتوغرافيا قررت ان انا ادرس اخراج. انا كنت بحب جدا اتابع السينما هوليوود بالذات، اشوف الافلام واشوف في الاكشن زمان وانا صغير، فالموضوع معايا بقى زاد ان انا لازم ادرس ازاي بيعمل الحاجات دي. فرحت عملت ورك شوبس واخذت كورسز معينه بالاخراج. بس انت دراستك الجامعيه حقوق. حقوق بالظبط. كيفك بالحقوق؟ انا حاطط الشهادة على جنب، محامي فاشل جدا يعني. الشهادة معلقة على الحيط. المهم بالضبط يعني ما بستخدمهاش. 8 سنين يعني منيح تخرجت. يعني الحمد لله بحمد ربنا هم يعني خرجوني اخي يعني الحمد لله. يعني هلا اليوم انت بعالم الاخراج لانك موهوب، لانك بتحبها. بحبها جدا يعني. انا قررت ازاي هو بيسوي الحاجات دي في هوليوود، فقررت ان انا ادرس. فالموضوع بالنسبه لي انا بحب اكتر للمهنه دي، فحبيت ان انا ابقى مخرج، وقررت ان انا بدات حياتي ان انا يعني درست وخلاص دراسه، بدات اول اعمل افلام قصيره وبعد كده عملت الكليبات. نعم. وعملت بس خبرتني انه كنت بدات بالفوتوغرافي، يعني تاخذ الكاميرا من الوالد وتصور واطلع صور لوحدي كده. وما تبعت بعالم الفوتوغرافي؟ لا الفوتوغرافي ما حبيتهاش قوي يعني. لا بتحب الكاميرا؟ بحب الموشنز، بحب اعمل انيميشنز بالكاميرا، احب اعمل جرافيكس، احب اعمل حاجه بتبهر اللي قدامي. البدايه كانت مع الافلام القصيره ولا مع الكليبات المصوره؟ لا البدايه كانت برامج في التلفزيون يعني. قررت اشتغلت مخرج في برامج تلفزيون فتره كتير. برامج يعني؟ برامج كتير. تختلف بين البرامج وبين الافلام وبين الكليبات؟ طبعا يعني اختلاف، في تنوع اختلاف طبعا كبير قوي. ان الكليب عباره عن فكره، الفيلم مسج بوصلها للناس. صح. البروجرام هو الشو بعرضه وبيخلص. طيب خلينا نبدا من واحد اوكي. دودو بتوجه لك تحيه المخرجه. ميرسي. الكليبات المصوره بعرف انه اليوم عم بتحضر لكثير ولكثير من الفنانين الشباب اللي هن اصحاب كمان بالنهايه. صحابي. خبرنا لمين عم بتحضر وشو في جديد؟ انا الفتره اللي جايه بسبب اللي كان المفروض الحاجات تنزل من زمان، بس بسبب المشاكل عندنا بعد الثوره والوضع لسه مش مستقر، فعندي كتير يعني. عندي هيثم نبيل هو صديق شخصي، فانا يعني هو لسه ما قررش هو يصور ايه، بس انا اخترت فعلا من الالبوم اللي هصوره. انت اخترت؟ انا اخترت له خلاص. اذا هو ما هيصوره انا هصور برضه يعني. هو هيصورهم خلاص، انا اخترت. عندي شادي حسن، عندي كمان كليبين. ده اول يعني شادي اشتغلت معاه مره في حياتي اصور كليب. نعم. وان شاء الله التجربه دي هكررها تاني، كليبين كمان جايين. قد ايه اسهل يكون العمل الفريق العمل ثابت؟ يعني قد ايه اسهل تكون انت واللي عم تتعاطى معه، يعني الفنانين اللي عم تعمل لهم هالاشغال، تكونوا انتم بتعرفوا بعض من قبل مش جديد عليهم؟ لا هو يعني بصير تيم ورك. دايما الميديا دايما تبقى فريند، دايما احنا اصحاب. فالفكره بتيجي لما بنتقابل، فانا عندي فكره طب يلا ننفذها، فيلا بينا نعمل ده، فبنحضر الفكره بنقعد عليها نشتغل عليها، بسمع الاوديو بنحط ستوري بورد وبنبتدي بقى نشتغل. محمد انت بتختار الاغنيه ولا الفنان؟ يعني اللي بيكون التعامل على اغنيه معينه ولا راحتك للفنان بتخليك الاثنين؟ يعني في فنانين كتير قوي يعني انا مش حابب اشتغل معاهم، اللي هو اللي اتجاه كده مش بحبه، او اللي هو بيقدمه للناس هو فنان ونجم وتمام، بس انا مش حاسس. والاوديو لازم انا اختار الاوديو، لازم انا احسه قبل هو ما بيحسه اصلا المطرب. اليوم اذا اجى فردا شادي حسن قال لك انا بدي اصور هيدي الاغنيه سمعتها وما حسيتها، بتقول له ما مش هقدر ارشح لحد من اصدقائي، اقول له مثلا ده هيصورها احسن تبعته يعني. يعني ده هيصورها احسن مني. بس دايما يعني مثلا كشادي صاحبي فدايما اغانيه كلها حلوه بصراحه يعني. اكيد صوته حلو كثير. قد ايه الاحداث الاخيره ثلاث سنوات الماضيه اللي شهدتها مصر فرضت عليكم رؤى فنيه معينه، وفرضت عليكم كمان حاجات فنيه معينه، فرضت عليكم تعملوا اعمال يمكن انتم ما كنتم مفكرين فيها قبل؟
هو هي الثوره لما قامت 25 يناير احنا كنا من حتى انا واصدقائي كنا من الناس اللي في الميدان، من الناس اللي في الميدان، نزلنا الميدان عشان خاطر عندنا حاجه لازم نغير بلدنا شويه. فانا عملت اغاني الوطنيه في مصر كتير جدا وفنانين كتير، اتعاملت مع ناس كتير قوي في الفتره دي بالذات. فاحنا كنا حابين ان احنا نعمل حاجه عشان نوصل نقول للناس بلدنا عاوزين نغيرها لاحلى. فالاغاني الوطنيه دايما تبقى فيها كده فيلينجز كده، بديله الاحساس اللي هو انزل وتحرك وشوف بلدك وحاجه الاحسن. كنت تتدخل بالكلام؟ لا خالص، لا خالص. بيجيك يعني الكلام وانت بس عليك الاخراج؟ بيجي الاوديو بخلصان. خلينا نذكر كم اغنيه عملت. عملت الدستور، عملت ايمن اسماعيل الدستور وسوادة سلمية، هيثم نبيل، عملت معاه اربع اغاني، مصر كل زمان زمانها، ليل خير نهار. طب بهيك حالات الكل عم يحكي عن شيء معين، الكل عم يحكي عن موضوع واحد هو مصر والثوره، كيف بتختلف الرؤى بين اغنيه واغنيه؟ لا بص دايما دايما لا بص الموضوع يعني واحد، هو الموضوع دايما في حب مصر. احنا بنعمل اغاني عشان خاطر بلدنا، احنا بنحبها فبنحبها حتى لو فيها حاجه وحشه بنحبها عشان هي بلدنا ربنا فيها. بس الكونسيبت او الفكره لما بتيجي دايما انا يعني في مثلا اغنيه مع هيثم يعني كنا في الميدان برضو وجدنا الفكره اللي احنا نوصل مسج للناس. عايزين الكلام الاغنيه كان حتى كان جد شويه فيها ما زعهاش، اتعرضت من العرض اللي دايما مسكت الجراءه. احنا مش بنوجه حد، بس احنا عندنا مسج بنقولها، يعني مش توجيه سياسي او بديه اي حاجه، بس احنا المسج بتاعتنا بنوصلها للناس اللي احنا عايزين ننزل الميدان ونغير بلدك وشغلها الاحسن، بلاش تقعد في البيت. دستور كيف اجت فكرتها؟ لانه الاغنيه فكرتها كتير حلوه. لا يعني دستور اصلا فكره وئام، مش فكرتي. الفكره فكره وئام، حتى الشكل الكلاب حتى بروح فكره وئام. يعني وئام هو رؤيته يعني رؤيته ليه اخراجيه برضه. وئام يعني هو شاطر جدا في الحاجات دي، وحتى كمان هو اخرج معايا فيلم شويه حاجات، هو اخرجه كامل، هو اللي صوره بنفسه وانا كنت معاه كرؤيه اخراجيه برضو. يعني شو الفرق بين الرؤيه الاخراجيه يعني وعندما تقول لي رؤيه اخراجيه شو بتكون انت عم تفكر انت يعني البرين ستورمينج انت وياه والتنفيذ هو ولا لا؟ مش كده، الرؤيه الاخراجيه اللي انا بقعد اللي بقعد معاه على الورق، انا عندي تصور للورق ده شكله الشاشه هيطلع عامل ازاي. هو ليه هو كان بينفذ، هو ليه بيختار في شكل الكادر، حجم العدسات اللي بيشتغل بيها، اللي هي التكنيكز اللي في الشغل ده. بس دي فرق بين الاخراجيه وفرق بين الاخراج اللي هو ينزل اللوكيشن بنفسه بيخرج وهو اللي بيدير العمل كله. ما بعد الثوره كنت كشاب مخرج اليوم متفائل بواقع الفن وبواقع السينما اذا خلينا نحكي عن السينما؟ متابع؟ انا متفائل لحد ما، يعني انا دايما نفسي ان انا اوصل بالسينما المصريه لحاجه حلوه اللي انا افتخر بيها. احنا عندنا في مشكله في مصر الاحتكار السوق او السوق عندنا دول العرض دايما افلام المقاولات. اللي انا بعمل فيلم مقاولات عشان اكسب فلوس. المسج اللي جواه بقى او المحتوى اللي فيه مش مهم. عم تحكي مع بعد الثوره اليوم، عم نحكي عن بعد الثوره وكان يعني بعد الثوره زاد اكتر، يعني كان موجود قبل الثوره بس بعد الثوره بقى زاد. الكل بقى يخاف ينتج دلوقتي، اي حد اي شركه انتاج موقفه كل شغلها بسبب الاحوال اللي بتحصل. كل مستني البلد يعني الكل خايف احوالها تتحسن شويه. بس برضو يعني في شركات انتاج او شركه انتاج معينه هي شغاله، ودي حاجه حلوه اللي هي السينما شغاله في مصر. احمد السبكي خلينا احكي، عم يشتغل عم يعمل افلام. هلا اذا بتعتبرها انت مقاولات، في كثير من العالم بحبوا هالنوع. لا انا مش معاهم، انا مش معاهم. المفروض انت راجل صانع سينما، انت بتفيد بلدنا، انت ده بيخش معانا في الاقتصاد. بس المحتوى العمل ذات نفسه انا ما ينفعش، انا خريج مخرج، انا ما ينفعش اجيب بلطجي او واطلعه بطل فيلم خلي الناس تتعاطف معايا في الفيلم. ده مش حلو. يعني انا شايف اللي فيه جيل كامل بيتدمر. بلكي هو عم يحكي عن واقع الحال، يعني في كثير بلطجيه اليوم. ممكن يبقى حاله جوه الفيلم لكن ما يبقاش هو البطل، السبوت ما يبقاش عليه. عشان خاطر في اطفال صغيره، يعني انا بشوف عندي يعني في منطقتي او في مصر عامه طفل صغير بيغني اغاني شعبي، هو مش عارف كان بيقول ايه، هو اصلا كلام مسيف، بيقلد البلطجي اللي شوفه في الفيلم، صار مثله الاعلى، اثر عليه بالظبط. فده كده جيل بيتدمر. لا احنا المفروض الشباب دي نعلمهم الاحلى. نعم بالظبط. ولكن كمان ببعض الاماكن السينما شغاله من ورا هيك افلام. صح، في ناس كتير شغاله يعني. بصي هو يعني في عالم أو السبكي، يعني في ناس كتير، في تيم وراه كبير قوي بيشتغل وراه، مستفيدين وعم مستفيدين. بس يعني المحتوى اللي انت بتقدمه يعني احلى، في كوميديا احلى، والافلام عم تنحضر كتير. بالظبط. مستواها بيقل. لا يعني ممكن المحتوى الورق اللي بيشتغل عليه قصه حلوه. مخرج شاطر جدا، ما بقاش المخرج يخش العمل يلا تمام وصور تمام فركش. بدهم يعرفوا اي سنه تخرجت من الحقوق بعد 8 سنين. 2011.
2011 يعني. طيب من الكليبات والاغاني المصوره للافلام القصيره، دائما الافلام القصيره فيها رساله بعيدا عن التجاره، بعيدا عن الافلام المقاولات، دائما في رساله. قد ايه اصعب من تعمل فيلم مصور من كليب، وقد شو الاصعب؟ لا انا بالنسبه لي اصعب الكليب. اصعب الكليب. الكليب اصعب. ليه؟ الكليب عباره عن 3 دقائق، الاوديو 3 دقائق، فانا لازم اعمل فيه كل حاجه. يعني لازم الستوري بورد اللي بتحط بحكي قصه في 3 دقائق. بس كمان الفيلم عم تحكي قصه، عم توجه رساله بوقت كثير قصير. بالظبط، في 3 دقائق بالظبط، فانا لازم اعمل حاجه يعني فيها 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 كل مميزات الكليب، اللي هو المتعه اللي انا في انترتينمنت اللي انا بقدم كليب، فانت قاعد مبسوط بتتفرج عليه، في رساله، في فكره الاغنيه نفسها بتتكلم عن الحاله. اما الفيلم هي مسج، هي حاله احنا بنصورها. انا بحكي حكايه في مثلا من اول 2 مينت لحد 59 دقيقه. عشان ده الوقت القصير. في جمهور بيوعى او واعي لاهميه الافلام القصيره اليوم؟ عندنا جمهور لهالافلام؟ لا، عندنا في للاسف في مصر لا، هو فئه معينه بس هي بتخش تتابع الافلام دي. وكمان اكتريتهم كمان الناس الميكر للافلام دي. يعني تتفرج. هي دايما الافلام القصيره الان بتكون لمهرجانات معينه. ايوه بالظبط. بس انا شايف ان احنا لازم نهتم بيها عندنا شويه، بالذات في الميدل ايست، دي افلام مهمه جدا، في ناس شاطره جدا، في الميكرز بتوعها عندهم فن حقيقي فعلا. فانا شايف ان احنا في سبوت عليهم شويه، الناس الميزه نفسها تتكلم عن الكارير ده. في اي فيلم من افلامك كان بشي مهرجان، ربح شي جايزه؟ شويه حاجات اللي وقام، بس مش فاكر مهرجان ايه، بس هو قال لي كم مهرجان الساقيه. لا مش دخلش في مصر خالص. لا، هو كان اعتقد اللي هو في دبي او في ونال جائزه. نال جوائز. في شيء عم يتحضر جديد سينمائيا؟ هو لسه مشروع في دماغي، بس انا لسه مش ناوي اعمل كده في الوقت الحالي. فيلم قصير او طويل؟ قصير. انا بفكر يعني عندي مشروع ان انا اعمل فيلم 3D. 3D حلو. لا، اصور بتكنيك 3D. كفكره بس بجرب فيها ال 3D شكله في مصر يبقى عامل ازاي لو احنا عملنا كده فعلا. في كليبات فيك تعمل اغنيه مصوره 3D؟ يعني الكليب بيبقى اصعب شويه من الفيلم. الفيلم يعني ممكن اعمل فيلم اكشن او ساسبنس او مهما كان الروايه، بس ممكن 3D اجرب فيه بس شكله عامل ازاي، نفسي ده يبقى في الميدل ايست نصور بالتكنيك ده. حلو. امتى ممكن نشوف اسمك على فيلم روائي طويل؟ مش قادر هيدا اكيد الحلم المفروض يكون. هو حلم ان انا اعمل فيلم اخد بيه جائزه كبيره، يعني انا من الناس اللي بتحلم ان انا ليه بخش اوسكار. ليه؟ نفسي اطلع واخد من الاكاديمي اوسكار. طيب عندي دقيقه، عاده اذا بدي اقول المطرب بيدرب صوته ليضل صوته منيح، انتم كمخرجين شو بتعملوا لتضلكم عندكم رؤيه جديده اخراجيه جديده؟ بنذاكر يعني. انا عن نفسي شخصيا انا مش عارف الناس بيشتغلوا ازاي، بس انا شخصيا انا بذاكر، بقرا كتير، باخد واقع المجتمع عامل ازاي، باخد فكره، بتدرب ازاي التكنيك. يعني انا مثلا انا بحب جدا هوليوود، وبحب جدا التكنيك اللي بيشتغل بيه، عشان كده هم رواد السينما في العالم. فانا نفسي في مصر تبقى هي رواد السينما اللي احنا 100 سنه سينما، فنفسي اللي احنا يعني نوصل اكتر من كده بكتير. محمد بدي اتشكر وجودك معنا بس اليوم على الحرم. محمد